في التسعينات، اللي شرا في 95، اللي شرا في 98، اللي شرا كل واحد في الشرا. ملي شريناها شريناها افيك زون فيرت وراها، زون فيرت استعملناها مدة 20 عام. واحد النهار جاو طحنوا لا زون فيرت، ريبوا الحيط. ملي ريبوا الحيط بان لهم بان لهم هالطريف هذا، يعني جاو داروا زنقة، بان لهم هالطريف تكاو عليه، لأنه هاد الحي كله فيه بقاع ديال 250 و 300 متر، ما كاينش بقعة ديال 210 ولا 215. ملي جاو حطوا الحي حطوا الطريق اللي خارج لهم، الطريق اللي خارج لهم في البلان ملي بناوها وطيحوا الحيط، بان لهم هادشي فيه 17 و 18 متر، باش يخرجوا على الأقل 200 متر خاصهم واحد العرض ديال 13 14 12 متر ما عرفت شحال. ملي جابوه ما مصافش ديجا مع الديون، يعني بأنه البقعة نهار جاو قسموها ما قسموهاش كأنسومبل كلو، يعني شراو واحد طرف وبان لهم طريف اخر. علاش هادو حيط ورا حيط وهادو لا؟ لانه حتى دار الطريق ورا بالحيط عزبات الهبزه. الى جاو بغا يديروا على لا لينيمون ديال الدور غادي تجي عندهم 180 متر، الى عطا ركول ديال 5 متر للور و3 متر لقدام غادي يبني دار ديال 60 متر. بالنسبه لهاد البقعه هادي من التترات ديالها تعطات من بعد هادو عطاهم تترات بوحدهم، ومن بعد توقفوا هذا وعطاهم تترات جداد. وثانيا على انه داروا هاد الجزيئه كلها ما مربوطاش مع الواد الحار، ما كاينش الربط بين الواد الحار، داروا انفوس وكيقول لك بانه هذا ان باسان ديال الماء الشتاء، في حين ان الماء الشتاء كاين القادوس ديالو غادي مع الواد الحار وكيكب في هذاك لافوس، وهذيك لافوس كتشكل واحد الخطر على الساكنه، لان ولينا كنشوفوا حشاك الطبات الحناش، يعني هذا ما عمرنا شفناها. وداروا الرياحات، هذوك الرياحات غادي يوليو حاشاك الخناز وداك الشيء المسائل كلها غادي يجيو للديوان. على محال حنا داك الشيء طيطبخوه بوحدهم ما عرفنا والو، حتى واحد النهار ما كناش لقيناهم راه بالتراكس بلا ما يدقوا علينا بلا ما يشاورونا بلا ما الحيط خلاوه بلا ما يشاورونا، الحيط فيه 3 متر للفوق، يعني الحدود كبير بيننا وبين هذه الجزيئه. المهم درنا استاذ دار الشكايه، نحن غاديين معاهم قانونيا، درنا الشكايه على هذا الحيط اللي هكا كهجموا. المشكل ديال الحيط راه ديجا في المحكمه، جاو ثاني خداو الشجر والورد، حيت كل واحد اشنو غرس قدام دارو، خداو ثاني الورد والشجر وهذا بلا ثاني ما يعلمونا، دايرين شرع يديهم حتى خواوها، قول هما بغاو يقولوا راه حنا ما مقابلينهاش داكشي علاش حيدوها لينا. دابا تيبني ولا غش قدامك واقيلا تيقول لنا ما تفهموش. هل يعقل انني انا داري فيلا تاعي يجو مقابلين جوج فيلات، انا مخليه في الجرده 80 متر وهما غادي يديروا كور غادي يخلوا 6 متر، شكون غادي يستافد؟ هما غادي يستافدوا من الجرده تاعي، انا هما اللي غادي يولي تطلع عليا ياك. هل يعقل انهم يجي واحد يقول لي انا مسجل محفظ؟ حتى انا راه مسجل محفظه الباب، هما عندهم الارض مسجله ومحفظه وانا عندي الباب مسجل محفظ 20 عام و20 عام شهر ونص وفي البلان عندنا الجرده في البلان عندنا كل شيء في البلان، ومع هذا باقا دعوه في المحكمه باقا ما بتاتش فيها، وهما بداو تيبنيو وعطاو الرخص عطاو كل شيء. حنا شكون غادي نصفنا لما ما نصفاتناش المحكمه ولا ما نصفوناش دور اختصاص؟ يلا شكون غادي يصفنا؟ نطلبوا المسؤولين يخرجوا يشوفوا هاد النفاس على العقار، تطلبوا المسؤولين يجوا يشوفوا